بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنشتغل في موضوع جديد، وهو الـ Components of Android Application، او المحتويات بتاعت تطبيق الاندرويد. عشان نبتدي في موضوع تطبيق الاندرويد لازم نعرف مبادئ اساسية. الـ First Step to create a simple Android application باستخدام الـ Eclipse IDE. اول حاجة عندنا ان احنا اول ما بنفتح الاندرويد الـ Eclipse زي ما شفنا قبل كده، بنعمل File New Project و Finally Select Android New Application. هنختار New Application Wizard، هنفضل ماشيين مع الـ Wizard. هنحط الـ Application اول حاجة خالص، نعملها Hello World او اي اسم احنا عايزين نحطه، بس عموما كلنا بنبتدي بهالو وورلد عشان هو ده بيبقى الريفرنس ان الابليكيشن ده كده بيبقى مظبوط وبيران مظبوط. بعد كده بنعدل اللي احنا عايزينه، هنفولو الانستراكشنز، هنتبع التعليمات الموضوعة provided and keep all other entries as default، وهنسيب كل الانتريز next 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 على الوضع الديفولت بتاعها من غير تغيير لغاية لما نوصل الفاينل ستيب، وفي هالحالة دي البروجكت يبقى created successfully ويبتدي يظهر لنا الشاشة بتاعت hello world او البروجكت كده successfully تم عمله، ونبتدي بعد كده نشتغل على البروجكت ونعدل التعديلات اللي احنا عايزين نعملها. هنتكلم بقى على مكونات الاندرويد ابليكيشن، وده الجزء المهم جدا اللي احنا عايزين نفهمه كويس قبل ما نبتدي نشوف العملي. عندنا في حاجة اسمها سورس او مصدر الملفات الرئيسية، وعندنا في حاجة اسمها جن، وحاجة اسمها بن، وحاجة اسمها ريسورس دروابل اتش دي بي اي، وريسورس لاي اوت، وريسورس فاليوز، واندرويد مانيفست اكس ام ال. نبتدي بالسورس. السورس هنلاقيه تحت اسم الابليكيشن اللي احنا عاملينه، سورس اهو بيبقى ظاهر اللي هو نمبر 1 ده. ده بيبقى فيه الجافا سورس فايلز ذات كونتينز ذا جافا سورس فايلز للبروجكت بتاعنا. باي ديفولت ات انكلودز مين اكتيفيتي دوت جافا، ممكن تبقى مين اكتيفيتي دوت جافا او ممكن تبقى ماي اكتيفيتي، وات ايفر الاسم اللي انت هتسميه في بدايه الانشاء غالبا بيبقى هو الديفولت بتاعه مين اكتيفيتي، غير لو انت عايز تغيره بيبقى هو سورس فايل. بيبقى جواه الكلاس اللي هو الانيشيتيف او الكلاس المبدئي اللي هو اسمه الاكتيفيتي كلاس. ذا ترانز وين يور ابلكيشن از لونشد يوزنج ذا ابلكيشن ايكون، يعني اول ما بتعمل كليك او تاتش على الاندرويد على الابلكيشن ايكون اول حاجه بتترن هي المين اكتيفيتي ده، يبقى هو ده الستارت بتاعك، المين بروجكت بتاعك هيستارت من هنا زي في الجافا او في السي. في عندنا المين كلاس هو ده المين اكتيفيتي، من اكتيفيتي اللي هو الجافا اللي هنبتدي بيه. بعد كده عندنا في فولدر اسمه جن او اللي هو جنريتد اوتوماتيكلي باي الاكليبس. ذيس كونتينز دوت ار فايل، في فايل بيحصل له جنريشن اوتوماتيكلي اسمه دوت ار، ده كومبايلر جنريتد يعني الكومبايلر هو اللي بيبنيه. الفايل ده بيبقى فيه ريفرنسز لكل الريسورسز اللي موجوده في البروجكت، وهو بيحدث نفسه بنفسه، كل ما تعمل بيلدينج للبروجكت بيحدث نفسه بنفسه. يو شود نوت موديفاي ذيس فايل، يجب ان لا تعدل هذا الملف. تالت حاجه هي البن، البن دايركتوري. البن دايركتوري ده فولدر ده كونتينز الاندرويد باكج فايلز زي الدوت اي بي كي اللي هي بيلت باي الاي دي تي ديورينج البيلد بروسيس، يعني الملف الاي بي كي اللي هو بينزل على الموبايل وعلى الاندرويد اللي بيبقى الابلكيشن فايل هو ده اللي انت بترنه او بتعمل له راننج عشان تشغل الابلكيشن بتاعك. ده بيبقى موجود جوه البن، وده بيتكريت او بيحصل له كرييشن بعد عمليه البيلدنج ما بتتم عن طريق الاكليبس بيلدر او كومبايلر. احنا طبعا نزلنا المرة اللي فاتت الـ ADT Plugins اللي هي بتعمل الكلام ده. رابع حاجة اللي هي الـ Resource. الـ Resource ده مهم جدا.
الريسورس ده اللي فيه شغلك كله، الصور بتاعتك، ولو في اصوات، ولو في لاي اوتس، والفورمز بتاعتك، كل ده بيبقى موجود جوه الريسورس. جوه الريسورس في كذا حاجه، في دروبل اتش دي بي اي، ده الدايركتوري بتاع الدروبل اوبجكت. دروبل اوبجكت اللي هم دول، الدروبل دول اللي بتحط فيهم الصور بريزوليوشن مختلفه حسب لو في موبايل 6 انش، 4 انش، 7 انش، 10 انش، السايزز المختلفه للهاي ديفينيشن دوت بير انش اتش دي بي اي، اللي هي هاي ديفينيشن دوت بير انش، وفي اللو دوت بير انش، وفي الميديوم دوت بير انش، ال اللو والام الميديوم، وفي الاكس اللي هي المسافات اللي هي الاحجام الكبيره او سايزز الكبيره، وفي الاكس اكس اللي هي الهاي ديفينيشن اللي هي الاحجام الاكبر اللي هي 10.1 انش، في الاكس ده اللي هو 7 انش او 7.1 انش. يبقى ده الدايركتوري اللي هنحط فيه الصور بالدنسز المختلفه للسكرينز اللي تبقى موجوده بالاحجام المختلفه. اما اللي اوت بقى، فده في الفيوز او الفورمز اللي احنا بننشئها الاول جرافيكالي ونعدلها عن طريق الاكس ام ال، وبعد كده تبتدي هي دي اللي هتظهر الانترفيس او الواجهه اللي هتبقى قدام اليوزر جوه الابلكيشن اللي هيتعمل. يبقى ده الدايركتوري فور فايلز ذات ديفاين يور ابلكيشنز يوزر انترفيس. في عندنا الريسورس فاليوز. الريسورس فاليوز برضو ده مهم جدا جوه الريسورس، ده اللي بيبقى فيه السترينج فايلز، وبيبقى فيه كل تعريفات الاكس ام ال فايلز، تعريفات الريسورسز كلها زي السترينجز والكلر ديفينيشنز وكل الفاريبلز وكل السترينجز اللي تبقى موجوده بتتعرف بتتندي من هنا اهو من الفاليوز ده، اللي انت ممكن تعين له قيم دايناميك او ستاتيك، تبقى قيم ثابته ستاتيك او قيم دايناميك بتتحرك بتتغير طبقا لموقف البرنامج. في اخر حاجه اللي هي الاندرويد مانيفست اكس ام ال، وده اكس ام ال فايل، وده المانيفست فايل which describes the fundamental characteristics of the application، ده اللي بيعرف التعريفات الرئيسيه للابلكيشن اللي انت بتعمله، وبيديفاين كل كومبوننت. بعد كده عندنا important application files، يعني الملفات مهمه جدا بتبقى موجوده جوه الابلكيشن بتاعنا، ولازم نبقى عارفين هي اسمها ايه وبتعمل ايه، لانها بعد كده احنا هنستخدمها في الشغل بتاعنا في المشروع. الامبورتنت ابلكيشن فايلز دي عندنا في ابلكيشن فايل اسمه activity main دوت اكس ام ال، وده بيبقى موجود جوه الفولدر بتاع اللاي اوت. ده الاكس ام ال لاي اوت فايل الرئيسي بتاع الاكتيفيتي اللي احنا بنضيفها على البروجكت لما نبقى في اول مرحله اللي هي مرحله الكرييشن او مرحله بناء البرنامج، بدايه انشائه. الاكليبس بريزنتس ذيس فايل ويز بوث تكست فيو اند ا بريفيو اوف ذا سكرين يوزر انترفيس. يو اي معناها يوزر انترفيس. يبقى الاكليبس بتعرض لنا الاثنين، واجهه تكست وبتعرض لنا واجهه يوزر انترفيس، وهنشوف الكلام ده بعد كده. The file includes some default settings. الفايل ده بيبقى موجود فيه حاجات ديفولت، حاجات اساسيه بتتخلى اوتوماتيك جواه، وده بيبقى فيه تكست فيو، بيبقى معمول فيه تكست فيو ويدجت عباره عن مربع نصي بس مش للكتابه، للرؤيه فقط، وده هتلاقيه مكتوب فيه هالو وورد اللي هو الديفولت الاولاني قبل اي تعديل. بعد كده عندنا في المين اكتيفيتي دوت جافا. المين اكتيفيتي دوت جافا ده اللي هو بيعبر عن الاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال، يعني في الكود بالجافا اللي هو بيحرك الاكتيفيتي مين اكس ام ال اللي هي الفيو او الفورم او الواجهه بتاعتنا. المين اكتيفيتي كود از جافا فايل كولد مين اكتيفيتي دوت جافا. This is the actual application file which ultimately gets converted to a Dalvik executable and runs your application. الحته دي بقى مهمه جدا. الستارت اب كود اللي الابلكيشن بتاعك بيبتدي بيه اول حاجه خالص هو ده المين اكتيفيتي دوت جافا، ده اللي هو يبتدي ينده ويتحكم في كل الفورمز والفيوز والكودز والجافا فايلز اللي هتبقى موجوده بعد كده. ده بيتحول لحاجه اسمها دالفيك اكسكيوتابل. نيجي نعرف بقى يعني ايه دالفيك اكسكيوتابل. ده اللي بيران الابلكيشنز، وعلى فكره الدالفيك ده قديم،
بس ما زالت الناس بتستخدمه لغاية الايس كريم ساندوتش اللي عندها الاجهزة بتاعتها. ان بي ملحوظ، ايه هو الدالفيك؟ الدالفيك هو عبارة عن بروسيس فيرتشوال ماشين، يعني بروسيس او كود موديول عملية معينة بس اتخلقت بواسطة جوجل اوبريتنج سيستم اللي هو يعتبر لينكس اوبريتنج سيستم بس معدل، بيعملوا حاجة اسمها فيرتشوال ماشين او يعني ماكينة تخيلية، فيرتشوال ماشين يعني الترجمة الحرفية بتاعته، لكن هو في الاصل هو عبارة عن كود، الكود ده بيسيطر على الابليكيشن كله وبيحوله الاكسكيوتابل مناسب للاوبريتنج سيستم اللي جوجل عاملاه بتاع الاندرويد، اللي هو بيعمل ايه؟ بيكسكيوت الابليكيشن وريتن فور اندرويد، يعني بينفذ التطبيق اللي اتعمل من اجل الاندرويد. في بقى alternative runtime environment، يعني في بعد الدالفيك ده اللي يعتبر قديم لغايه الايس كريم ساندوتش، في من اول اللولي بوب بقى لغايه المارشميلو، بقى في حاجه جديده مكانه، بس ده مش مجال حوارنا هنا اهوت، لان ده هيخش في تفاصيل تانية في علم الاندرويد واحنا ما عندناش المتسع دلوقتي، ممكن يبقى بالتفصيل بعد كده نبقى نشرحه يعني لو الوقت كفى بعد كده. الالترناتيف ران تايم انفايرمنت ده اللي هو الاي ار تي، تمام، ده ابتدى من اول الكيت كات كبريفيو، يعني مجرد يعني تجربه كتكنولوجي جديده من اول الكيت كات اللي هي الاندرويد 4.4. بعد كده بقى هو اساسي من اللولي بوب اللي هي الاندرويد 5 واند اباف واللي طالع منه، يعني الاندرويد 5 والاندرويد 5.1 و.2 وهكذا لغايه اندرويد 6 اللي هو المارشميلو، اخر حاجه نازله اللي هو الاي بي اي 23. في عندنا حاجه اسمها اندرويد مانيفست دوت اكس ام ال، ده بيبقى موجود جوه المين جوه السورس جوه الابلكيشن. ده بيعمل ايه؟ ده whatever component you develop as a part of your application، اي جزء انت بتم تصميمه داخل الابلكيشن you must declare all its components in manifest dot xml، لازم ملف اللي هو الاكس ام ال اسمه manifest ده لازم يتعرف فيه، يحصل له ديكلاريشن يعني تعريف لكل الكومبوننتس لكل المكونات بتاعت الابليكيشن بتاعك، والا الاندرويد كومبايلر مش هيقدر يتعرف عليه ومش هيقدر ينفذ المحتويات بتاعته وهيدي رسائل ايرور طبعا. which resides at the root of the application project directory، المانيفيستو اكس ام ال ده بيبقى موجود في الروت بتاع الابليكيشن دايركتوري، يعني مش جوه دايركتوز متشعبة زي بقية الملفات التانية، لا ده بيبقى في الرئيسي في المين على طول، المين ده اللي هو الرئيسي على طول. This file works as an interface، الفايل ده بيعتبر كانترفيس او وحدة ربط او واجهة between الاندرويد operating system، الاندرويد operating system اللي بيبقى على الموبايل والابليكيشن بتاعك، يعني الكوبري اللي بيوصل او المترجم اللي بيوصل ما بين الاوبريتنج سيستم اللي على اي اندرويد موبايل والابليكيشن اللي انت عامله هو المانيفست اندرويد مانيفست دوت اكس ام ال، ده في كل الترجمه لكل المكونات والريسورسز اللي موجوده جوه الابليكيشن عشان الاندرويد اوبريتنج سيستم يقدر يفهمها. سو اف you do not declare your component in this file، لو انت ما عرفتش الكومبوننت بتاعتك في الفايل ده، then it will not be considered by the operating system، مش هيتم اعتبارها ولا النظر اليها من داخل الاوبريتنج سيستم بتاع الاندرويد. في عندنا بقى حاجه اسمها strings file اللي هو strings.xml، strings file ده located في resources values folder، string ده contains all the text that your application uses، يعني بيحتوي على كل التعريفات بتاعت السترينجز وبتاعت النيمز بتاعت البتنز الليبلز الديفولت تكست الكالرز بتاعت اي ويدجت او اي بوتن او اي تول بوكس بتستخدمها، and similar types of strings go into this file، كلها بتتخزن في الفايل ده. كل الكلام ده هنشوفه بالتفصيل وهنشوفه عملي وهنشوف هنعمله ازاي في المشروع بتاعنا، لكن انا بدي خلفية الاول عشان ما نتصدمش بالحاجات الكتيرة دي، لأن يعني ناخد فكرة عنها كافية
ونقعد نهضمها كده ونتفهمها، ونبقى مستعدين ان احنا نشتغل فيها بالترتيب حسب التسلسل بتاع العمل بتاعنا. This file is responsible for the textual content. يعني الفايل ده مسؤول عن المظهر بتاع الصورة اللي هتظهر لنا، لونها ايه، حجمها، حجم الكلام عامل ازاي، كل التفاصيل دي ده بيبقى موجود جوه السترينجز فايل ده. في عندنا بقى الار فايل. الار فايل ده ممنوع اللمس تماما، ده بيبقى جوه فولدر اسمه جن اللي هو اوتوماتيكلي جنريتد باي اوبريتنج سيستم، الاكليبس هو اللي بيعمله. الجن ده بيبقى جواه ده الكوم دوت اكزامبل دوت هلو وورلد، ده بيبقى مثال للكوماند ابلكيشن اللي بيبقى عندك، زي الكوم بتاع دوت كوم بتاع الويب سايت سلاش ار دوت جافا. ار ده هو اسمه ار دوت جافا على طول، ما بيتغيرش، لا انت بتكتبه ولا حد بيتصرف فيه خالص ولا بيغير فيه اي حاجه. الفايل ده من كتر اهميته اطلقوا عليه لقب جلو. جلو يعني صمغ. الفايل ده بيبقى عامل زي الصمغ او اللزق اللي بيلزق ما بين الاكتيفيتي بتاعت الجافا فايلز لايك المين اكتيفيتي دوت جافا، وطبعا الاكتيفيتيز بتبقى كذا فايل دوت جافا، لكن على سبيل المثال هنتكلم في الرئيسي الابتدائي اللي هو المين اكتيفيتي دوت جافا، والريسورسز لايك السترينجز دوت اكس ام ال. يبقى عشان يبتدي البرنامج بتاعي اللي هو دوت جافا ينفذ الانستراكشنز والبروسيدرز والكلاسز اللي فيه، لازم هيستعين بالبيانات اللي موجوده جوه السترينجز دوت اكس ام ال اللي احنا قلنا عليه، في كل بيانات الباتنز والليبلز والديفولت تكست وهكذا والالوان والكلام ده كله والارقام. ده مهم جدا عشان البرنامج بتاعك يشتغل، والا يعني مش هينفع يشتغل لانه مش هيلاقي حاجه يتداولها، مفيش لا صور ولا في تكست ولا في زراير ولا في اي حاجه ولا ليبلز ولا اي حاجه. فيبقى اذا الجلو ده اللي هو الار فايل ده ما بيخلوش حد يتعامل مع السيستم بتاع الاندرويد، بتاع الاندرويد بروجرامينج اتبنى على ان الار فايل ده انا اللي هربطه كاوبريتنج سيستم كنظام اكليبس، انا اللي هربطه ما بين الاكتيفيتي اللي انت بتعملها والسترينجز اللي انت بتحطها، وملكش دعوه انت بقى انا اللي هربطهم ببعض. It is an automatically generated file. Automatically generated file. تنساش اوتوماتيكي، يتولد اوتوماتيكي. You should not modify the content of the r.java file. يجب ان لا يتم تعديله باي وسيله ما، والا البرنامج يبوظ ما يشتغلش. في بعد كده عندنا the layout file. اللي اوت فايل ده اللي هو الاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال. اللي اوت فايل ده اللي هو بالنسبه لنا في اللغات الاخرى كلها اسمه اللي هو الفورم او الفيو، اللي هو الشكل اليوزر انترفيس، الشكل المنيو او الشكل الواجهه اللي اي يوزر هيلاقيها لما بيشغل البرنامج على اي اندرويد. ده بيبقى موجود جوه اللي اوت فولدر اللي هو الريسورسز سلاش لي اوت فولدر، والاكتيفيتي مين ده هو اللي اوت الرئيسي اللي تبقى الواجهه الرئيسيه. انت ممكن تغيره بعد كده وتختار اي حاجه تاني، لكن هو عموما الديفولت بيبقى الاكتيفيتي مين. ده اللي اوت فايل افيلبل في الريسورسز لي اوت دايركتلي ذات از بريفيرد باي يور ابلكيشن ذات از ريفرنسد باي يور ابلكيشن when building its interface. اول ما بتعمل building للبروجكت بتاعك والانترفيس يبتدي تعمل له build، اول حاجه بيبقى هو ده الريفرنس الاكتيفيتي مين اللي منه بعد كده بتطلع كل الاكتيفيتيز الريسورسز الثانيه اللي هي اللي اوت فايلز الثانيه اللي هتبقى متشعبه منها اللي هي فيها المين فورم. You will modify this file very frequently to change the layout of your application. احنا بنقعد نغير في شكل الفورم دي او ال XML layout file ده بشكل مستمر طول ما احنا قاعدين بنعمل development للبروجكت، نحط عليه buttons، نحط عليه text، نحط عليه views، نحط عليه list views، نحط عليه labels whatever
وي وانت، اللي احنا عايزين نعمله كله هنعمله على اللي اوت فايل ده. بالنسبة للمشروع بتاعنا اللي هو السي شوب بروجكت، احنا هنشتغله على جزئين عشان طبعا الموضوع ما هوش سهل ومحتاج تسلسل. فاحنا نبتدي الاول بالمرحلة البسيطة اللي هي الواجهة الرئيسية، ودي على فكرة يعني الشغل ده اتعمل ناس مش ناس كتير فاهماه، بس هو اتعمل من ناس كتير، وكل الديفلوبرز بتوع الاندرويد ده بالنسبة لهم الديفولت اللي هم بيشتغلوا عليه الديزاين ده. من الديزاين ده احنا هنتنقل بعد كده البارت 2 اللي احنا هنعمل الديزاين التفاصيل الديتيلز الاكتر، اللي احنا هنزود فيها الساوند، وهنزود فيها الفويس ريكوجنيشن، هنزود فيها السيلر او البايع هيدخل الداتا بتاعته من خلال داتا انتري او داتا انبوت، ويبتدي تظهر على هيئه الايتيمز اللي تبقى موجوده جوه الليست فيوز. لكن هنبتدي الاول بالبارت 1 ده عشان نتسلسل بعد كده ويبقى بسهوله ننتقل للاعلى منه. سي شوب بروجكت بارت 1. سي شوب بروجكت احنا هنستخدم فيه بقى احدث حاجه، مش هنرجع ورا للاي بي ايز القديمه بي اي 2.1 فرويو و 2.2 و 3.1.2 4.5. احنا هنخش على طول في الليتست اللي هو المارشميلو، اخر حاجه اللي هو الاي بي اي 23 اندرويد 6 اللي هو نازل على احدث الموبايلات زي الاس 6 ايدج. بالنسبه لبدايه المشروع بتاعنا احنا هيبقى بيتكون من الملفات الرئيسيه دي، وفي طبعا ملفات تانية، بس احنا هنبتدي بالملفات دي الاول ناخد فكره عنها، ونبقى بعد كده بالتفصيل هندرسها واحده واحده عشان ننتقل منها بعد كده للجزء التاني من المشروع. في عندنا اللي اوت فايلز ده يبقى موجود في الفولدر بتاع اللي اوت اللي هو الفيوز بتاعتنا او الفورمز بتاعتنا، ودي بتبقى معموله بال اكس ام ال لانجوج او سينتاكس، ولازم نتعلم اكس ام ال، مفيش مجال ان احنا نقعد نتعلم تفاصيل اكس ام ال. انا احاول على قد ما اقدر الحاجات الرئيسيه بتاعت الاكس ام ال نتكلم فيها، لكن ككورس اكس ام ال ده في حد ذاته ده عايز كورس لوحده كذا حصه لوحده. اللي اوت فايلز الرئيسيه بتاعتنا اللي احنا نشتغل عليها في الكاتالوج اكس ام ال، الفورم بتاعت الاكس ام ال بتاعت الكاتالوج. This form or layout عايزين نتكلم بلغه الاندرويد، يعني السي شارب والجافا والفيجوال بيزك دوت نت عموما كانوا بيتكلموا، او مايكروسوفت بيتكلم بلغه الفورم، اما هنا الاندرويد بيتكلم بلغه اللاي اوت. فاحنا عايزين نتكلم دايما نقول بدل كلمه فورم او فيو نقول لاي اوت. يبقى الكاتالوج اكس ام ال هي عباره عن لاي اوت، ذا فيرست لاي اوت ذا يوزر ويل سي، اول حاجه اليوزر هيشوفها على طول. بعد كده البرودكت ديتيلز، طبعا واضح من الكتالوج ده ان هو هيبقى كتالوج صور، يعني كتالوج برودكتس، يعني كتالوج ايتمز، يعني الكتالوج ده بيبقى فيه الايتمز او البرودكتس اللي احنا هنعرضها، فاول حاجه هشوفها اليوزر على طول في بدايه ما يفتح البرنامج. بعد كده اليوزر عايز يكليك على اي ايتم او اي برودكت ويشوف الديتيلز بتاعته، عشان كده عملنا بعد كده فورم تانية او لاي اوت تانية قلنا عليها برودكت ديتيلز دوت اكس ام ال، لاي اوت اسمها برودكت ديتيلز اكس ام ال. اليوزر هيكليك على البرودكت اللي هو عجبه جوه الكتالوج، البروجرام ويل سنت هيم، البرنامج هيروح جاي بعته تو ذا برودكت ديتيلز فيو، البرودكت ديتيلز لاي اوت او فيو هيشوف فيه الديتيلز بتاعت البرودكت ده. طيب اليوزر شاف الديتيلز بتاعت البرودكت دهوت وعجبته عايز يشتريها، فهيروح مختار الكميه اللي هو عايزها ويكليك على البوتن بتاعت اوكي كونفيرم، يروح نازل له هنا في فيو تانيه او في لاي اوت تاني اسمه شوبينج كارت دوت اكس ام ال. الكاستمر ساعتها هيسلكت البرودكتس اللي هو اختارها من خلال الشوبينج كارت عشان نشوف التوتال برايس بتاع التشويسز بتاعته.
يعني هو اختار كذا منتج او منتج واحد او عدد من الكميات في منتج معين، عايز يشوف بقى هو هيكلفه كام، فهيشوف المنتجات بتاعته اللي هو اختارها كلها سواء كميات او عدد كذا نوع مختلف جوه الشوبينج كارت اكس ام ال بالبرايسز بتاعته. في بقى ايتم اكس ام ال ده خفي، مش بيحس بيه اليوزر كواجهه منفصله او كلاي اوت منفصل، لكن ده بيبقى حاجه زي شادو كده عشان يظهر فيه الكوانتيتيز ويحصل لها تغيير بتغير الديناميكلي بتاع اختيارات الكاستمر من كميات البرودكتس اللي بيختارها. يبقى احنا عندنا الفورمز بتاعتنا المبدئيه، ودول طبعا هيزيدوا هيبقوا في حاجات تانية كتير، لكن احنا هنتكلم في بارت 1 دلوقتي. يبقى عندنا في كاتالوج اكس ام ال، برودكت ديتيلز اكس ام ال، شوبينج كارت اكس ام ال، ايتم اكس ام ال، دي المين كومبوننتس. بعد كده هنزود ونعدل وننقص زي ما احنا عايزين. في بعد كده عندنا بقى اللي هو الملفات اللي فيها الشغل التقيل كله، اللي هي السورس فايلز اللي هي الجافا، وده بيحتاج ان احنا نكون فاهمين جافا كويس جدا جدا جدا. هنعدل فيه بقى في كذا كلاس هنشتغل فيه، في كاتالوج اكتيفيتي ده هيبقى فيه كل الاكتيفيتيز بتاعه الكاتالوج اللي فيه البرودكتس اللي موجوده اللي هو هيبتدي ينده لها وياخد منها ويديها. في البرودكت ده، البرودكت ده المحور اللي كله هيشتغل عليه كل الاكتيفيتيز التانية او كل الجافا فايلز التانية او كل الكلاسز التانية، كل دي اسماء يعني اكتيفيتي ده بيبقى عبارة عن كلاس، بيبقى عبارة عن موديول، لكن احنا هنسميه بالنسبة للاندرويد اكتيفيتي. فالبرودكت ده، برودكت اكتيفيتي ده، ده اللي هو هيبقى محور الاحداث اللي كل الاكتيفز التانية بتاخد منه الداتا اللي هي عايزاه. وطبعا بعد كده يبقى في محور تالت اللي هو البرودكت ده هيبتدي تعمله بوبيوليت. بوبيوليت دي لغة يعني مصطلح مشهور قوي في البروجرامينج، معناه ان هو ملء التيبل او ملء الداتا بالمدخلات اللي جاية من بره. بعد كده عندنا البرودكت ادابتر، وده اللي هيتحكم في التعامل مع البرودكت ده. وفي البرودكت ديتيلز اكتيفيتي، ده اللي هيتحكم بقى في الديتيلز بتاعت كل برودكت من دول، يعني البرودكت ده من جواه في ديتيلز، يبقى في برودكت اكتيفيتي وفي ديتيلز اوف برودكت اكتيفيتي. وفي طبعا الشوبينج كارت اكتيفيتي، ده اللي احنا شرحناه هنا اهوت، ده بقى الاكتيفيتي اللي بيتحرك، يعني ده الكود اللي بيشغل الفورم دي زي بالظبط كده في الدوت نت اللي اشتغل فيجوال سي او سي شارب او فيجوال بيزك او اس بي او وات ايفر ابلكيشن بروجرامنج. بيبقى في عندي الفورم اللي هي بتبقى عباره عن صماء من غير اي اكشن فاضيه، ويبقى الكود اللي جوه الفانكشنز والبروسيدرز اللي جوه هي اللي هتعمل اكتيفيشن واكشن على الفورمز او الفيوز او اللي اوتس بالنسبه لنا هنا في الاندرويد. في الشوبينج كارت انتري، ده اللي المفروض هيبقى فيه المدخلات او الانبوتس بتاعه البرودكت. وفي الشوبينج كارت هيلبر، ده اللي هو هيساعد، انا مسميه هيلبر عشان يساعد عمليه البوبوليشن او عمليه الملء بتاعه الشوبينج كارت اللي الكاستمر هينقي منها ويعبي فيها اختياراته. طيب نخش بقى في الجافا اكليبس، الشغل العملي بعد المراجعة النظرية اللي احنا عملناها. احنا لو فاتحين الاكليبس عادي زي ما عرفنا في الاول البدايات الاولانية خالص، انا عايز اعمل بداية الهالو ابليكيشن، فايل نيو، مش هختار جافا بروجكت ولا بروجكت ولا الكلام ده كله، هختار اذر، هختار اندرويد ابليكيشن بروجكت، اعلم عليه، اختار نيكست، هاجي في الابلكيشن نيم هسميه مثلا هلو وورلد، وهنا هيعمل لي على طول اوتوماتيك الباكج نيم اللي هتنزل على الاندرويد اوبريتنج سيستم اللي هيظهر، وده البروجكت نيم اللي هيبقى معروف للبروجكت بتاعنا، وده الابلكيشن نيم اللي هيبقى ظاهر قدام الكاستمر اللي هيتعامل معاه. الاكزامبل دي احنا ممكن نغيرها بعد كده ونعملها اي اسم تاني، مثلا ماي ف
first app ده انا حر اكتبه زي ما انا عايز. المهم يبقى فيه الاستراكشر بتاعه اللي هو كوم في الاول نقطة الاسم اللي انا عايزه نقطة اسم الابليكيشن. بعد كده بحدد المينيمم ريكوايرد اس دي كي، يعني لو انا بفكر اعمل ديزاين بحيث يشتغل على الموبايلات القديمة قوي اللي هي كانت بتستخدم الحاجات القديمة اللي قبل الكيكات وقبل الايس كريم ساندويتش اللي هي الجينجر بريد، وكان في حاجة اسمها فرويو قبل الجينجر بريد قبل كده، ممكن ابتدي من هنا. ده اللي هو المينيمم ريكوارد اس دي كي. طبعا انا في يعني مفيش حد دلوقتي بيبقى عنده الكلام ده، فممكن اعمل المينيمم بتاعي مثلا يبقى مثلا ايس كريم ساندويتش يعني او جيلي بين، يعني اي حتى الموبايلات القديمه دلوقتي اللي موجوده العاديه بتاعت الاندرويد حاطين عليها على الاقل ايس كريم ساندويتش او جيلي بين، فيعني ممكن اختار الجيلي بين 4.2 ده يعني حلو. التارجت بقى اللي انا عايز اساسا يبقى الابلكيشن بتاعي يشتغل عليه اللي هو يوصل لغايه كام، يوصل لغايه 23 اللي هو اخر حاجه نازله دلوقتي الاندرويد 6 اي بي اي 23، ده التارجت اي بي اي، والكومبايلر هيشتغل على الاي بي اي 23. لكن لو هيبقى جاهز برضو هو هيجنريت الكود اللازم في الابلكيشن، ان انا لو هنزل على جهاز اقدم شويه عليه الجيلي بين او ما قبله او ما بعده هيقدر يشتغل عليه. السيم هنا بختار السيم بقى اللي انا عايزه، يا اما انا مش عايز سيم خالص او هولو دارك او هولو لايت او هولو لايت ويز دارك اكشن، يعني دي كلها بتبقى حاجات ستاندرد موجوده في الموبايلات اللي هي بنختار السيمز بتاعه الموبايل منها، بيبقى فاتح غامق مظلم منور وهكذا. فيعني افضل حاجه هولو لايت ويز دارك اكشن بور، ده اكتر حاجه متعودين عليها. واقول له نيكست. كرييت كاستم لونشر ايكون، ده الديفولت الكاستم لونشر ايكون. كرييت اكتيفيتي طبعا ده الديفولت لازم يعمل اكتيفيتي. ميك ذا بروجكت از ا لايبرري، ده لو انا عايز اعمل البروجكت بتاعي ده لايبرري يعني عايز اعمله كموديول هاخد منه داتا لكن مش كبروجكت هيبقى ابلكيشن. ده اللايبرري ده يعني مجرد مكتبه زي الدي ال ال كده، مكتبه اخد منها الداتا اللي انا عايزها كفانكشنز لكن مش هتشتغل كواجهه ابلكيشن. كرييت بروجكت في الورك سبيس، طبعا انا ببقى محدد عندي هو اوتوماتيك باي ديفولت بياخد اليوزر نيم بتاع الكمبيوتر وبيعمله بيعمل عليه فولدر اسمه ورك سبيس وبيبتدي ينشئ لك البروجكت جواه. لو انت عايز حاجه ثانيه بتشيل دي وتبتدي انت تغير بقى تختار مكان ثاني، بس الديفولت هو ورك سبيس جوه اليوزر نيم. اد بروجكت وركينج سيتس، دي مش هنشتغل فيها دلوقتي ومش هنتكلم فيها دلوقتي. الفور جراوند الايمج بتاعتي عايز يكون اللونشر ايكون شكله ميدل ام ولا هاي ديفينيشن ولا فيري هاي ديفينيشن ولا اكس اكس لارج هاي ديفينيشن، زي ما قلنا كده اللي هو ال 10.1 انش او 7.1 انش او ال 6 انش او 5.1 انش، وده ال 4 انش العادي او 3.7 انش العادي، دي كلها حاجات مناسبه ليها. هنختار ال اتش دي بي اي اللي هو العادي ده هو. تريم يعني قطعه من الاجناب وتعمله بادنج بقى معين كده زي ما انت عايز تكبر وتحلق، كل ده ما يفرقش معايا دي كلها حاجات شكليه. عايز اعمله سنتر ولا كروب يبقى مقطع ولا يبقى في السنتر، عايز اعمله نون ولا سكوير ولا سيركل، ده كله بيظهر لك الايكون اللي بيبقى على الابلكيشن المنظر ده. عايز الباك جراوند كلر زي ما انا عايز اعمله بيبقى ايه براحتي اعمله بالشكل اللي انا عايزه، او لو انا عايز كليب ارت اختار كليب ارت يبقى هي دي الشكل اللي انا عايزه يبقى باي شكل انا عايزه الايكون اللي هتشغل البرنامج، او تكست عايز اكتب مثلا تكست اقول له مثلا هلو مثلا هتبقى كده خلاص، واختار له اريال بولد مثلا اللي انا عايزه مثلا وهكذا، اي فونت او اي حاجه انا عايزها. وطبعا كده مش باين قوي بس احنا ممكن نعمله مثلا كده يبقى باين اكتر، يعني يبقى كده ايه الباك جراوند والفور جراوند شكله حلو. يعني ده كبدايه الامثله. بلانك اكتيفيتي بنبتدي ببلانك اكتيفيتي عشان يبقى فورم فاضيه خالص، تبقى الاكتيفيتي فاضيه خالص نقدر نعدل فيها اللي احنا عايزينه، هو اوتوماتيك هيجنريت فيها الهالو وورد احنا عايزينه. الحاجات اللي دي كلها اختيارات بتبقى موبايلات مختلفه اللي هي ممكن تبقى بواجهتين او اكثر او حجم كبيره، فهنخلينا في البلانك اكتيفيتي عشان هو ده هنعمل الديزاين بتاعنا على اساسها ان شاء الله.
نيكست. الاسم هنا مين اكتيفيتي زي ما عرفنا قبل كده، انا ممكن اغيره، ممكن اخليه ماي اكتيفيتي، ممكن اخليه اور اكتيفيتي، اخليه هيلو ابلكيشن اكتيفيتي، وات ايفر. المهم الاسم اللي انا هحدده هنا قبل كلمه اكتيفيتي هو ده اللي بيتغير، لكن كلمه اكتيفيتي دي ما بغيرش فيها. والاسم اللي هختاره من هنا هيتقلب بالعكس اندرسكور من هنا، يعني مين اكتيفيتي تبقى اكتيفيتي مين، لو قلت هالو اكتيفيتي تبقى اكتيفيتي اندرسكور هالو، وهكذا. ده اسطمبه معموله جوه الاندرويد ابلكيشن ديفلوبمنت لازم تشتغل عليها. فينش فينش. هنا بقى هيكريت على طول، هيعمل كرييشن لنيو اندرويد ابلكيشن جاهز على طول للرننج، اسمه هالو وورلد زي اللي احنا شرحناه قبل كده. لو انا حبيت اعمل له رننج هروح جاي رايت كليك ران از اندرويد ابلكيشن، هيبتدي هو يران جوه لونشنج هالو وورلد، وبيعرض لي هنا في الكونسول اللي بيحصل ايه، انستولينج هالو وورلد اي بي كي، او بينشئ لي برنامج الاي بي كي ده الكومبايلر بيعمله على ايميوليتور، وهنتكلم على موضوع الايميوليتور ده في ال في عندي الاندرويد فيرتشوال ديفايس مانجر او الاي في دي، ده الجهاز الايميوليتور او جهاز المحاكي اللي انا هبتدي اعمل عليه شغلي، اللي بيحاكي بالظبط نفس الموبايل اللي هيبقى في الواقع موجود. كل ده بيكريت، عمل سكسس، وابتدى الاكتيفيتي بتاعت كوم ماي فيرست ابلكيشن دوت هلو وورلد دوت مين اكتيفيتي اللي قلنا عليها، وابتدى ينفذها، وهي كده بقت جاهزه. لو انا رحت جاي ادي هو موبايل اهو عادي جدا اندرويد 6، ده موبايل اندرويد 6 اهو، ده مارشميلو اندرويد 6، هو جايب الساعه حتى ايه، وجايب 3 جي وكل الكلام ده. ممكن بقى تضيف له صوت، تضيف له اللي هو المايك بتاع الفويس ريكوجنيشن، الساعه مظبوطه على الساعه بتاعت دلوقتي، الكاميرا لو انت مظبطه على الكاميرا، وهنتعلم نعمله بعد كده الاي في دي ده هننشئه ازاي، واتصال عادي وبتاع. هنا الابلكيشنز بفتحها هلاقي عندي هنا الهالو وورد اللي انا عملته ده اهو، ادي البرنامج اللي انا كريته بقى ابلكيشن اي بي كي، ابلكيشن جوه الاندرويد عادي جدا جدا، اكليك عليه هيروح ظاهر لي يقول لي هالو وورلد. ده الديفولت بتاع اي برنامج ابلكيشن بنبتديه، وبعد كده نعدل بقى المحتويات دي الباقيه دي زي ما احنا عايزين، بس ده الديفولت الاولاني خالص. هالو وورلد دي اللي انا بغيرها زي ما انا عايز، والايكون ده غيره زي ما انا عايز، مهما انا غيرت من فوق هنا هو هيكتب لي جوه هالو وورلد، ده الديفولت بتاعه الطبيعي. لكن انا ممكن اغير هالو وورلد دي تبقى حاجه ثانيه، اسم البروجكت يبقى حاجه ثانيه، انا عامله بس للتعليم مش اكتر. كده انا بعتبر قفلته، وهنا في الكونسول هيقول لك ايه انه قفل. في البروبرتس هنا في البروجرس بتاعي بيقول لي اللودر فينيشت، خلاص اوكي تمام. كده اصبح عندي ده موبايل عادي جدا جدا زي اي موبايل تاني، جوه الابلكيشنز عادي جدا زي اي موبايل عادي. كل الابلكيشن اللي انا بعد كده هقعد اطورها هختبرها جوه ده. وطبعا ده زي ما قلنا اي في دي معمول على المارشميلو او الاندرويد 6، ممكن اعمله حاجات تانية، ممكن اعمله ايس كريم ساندوتش او اعمله اي حاجة تانية. طيب ادي الهالو وورلد اهو، ادي السورس اللي قلنا عليه بيبقى مقفول كده، اجي افتحه الاقي السورس، الاقي السورس جواه، الاقي السورس جواه الكوم ابلكيشن بتاعي، جوه الكوم ابلكيشن بتاعي ده اللي بيتحط جوه الاندرويد في الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل الحقيقي. يعني انا لما باجي اعمل سيت اب لاي ابلكيشن اي بي كي موبايل، فيبقى في مكان جوه كده في بين دايركتوري موجود محدش بيعرف يخش له غير لما الموبايل يتعمل له حاجه اسمها روتينج. روتينج ان انا ببقى عندي السلطه والسيطره ان انا اخش في الفولدرز بتاعت الاوبريتنج سيستم، لكن اي اندرويد عادي مش من حقي ان انا اخش على الاوبريتنج سيستم فولدرز، لان شركه جوجل
والناس بتوع الاندرويد قافلين على الاوبريتنج سيستم ان حد يخش عليه، لكن احنا بنعمل له حاجه اسمها روتينج، وده موضوع تاني كبير، ان انا اقدر اكسس الاوبريتنج سيستم فايلز كلينكس عادي، كسيستم لينكس عادي، جواه في المين اكتيفيتي اللي احنا نشأناه، جواه في الكلاس بتاع المين اكتيفيتي، جوه الكلاس بتاع المين اكتيفيتي في شويه كلاسز اسمها اون كرييت وان اوبشن سيلكت ايتم سيلكتد، ده بتاع المنيو، ده اي منيوز، وده بتاع كرييت اوبشن للمنيو، وده كرييت باندل، ده الديفولت اللي بيعمل راننج لاي ابلكيشن بيتعمل على اندرويد، ده ديفولت اوتوماتيك على طول، لو ده عملنا دبل كليك عليه هيجيب لي ايه الجافا كود بتاع الابلكيشن المين اكتيفيتي ابلكيشن، اللي هي اون كرييت عباره عن جافا كود عادي جدا، اي حد متعلم جافا هيعرف ان في كلاس اسمه مين اكتيفيتي جاي اساسا انهيرتد من كلاس اكتيفيتي الرئيسي. هنا كمان هنلاقي الباكج بتاعتنا اللي هي الاسم الباكج اللي احنا اخترناه اللي هو الكوم دوت فيرست ابلكيشن دوت هيلو وورلد، وهعمل امبورت للاكتيفيتي الكلاس الرئيسي، وبعد كده هاخد منه سنيبت او هاخد منه inheritance للمين اكتيفيتي من الاكتيفيتي الرئيسي، وبعد كده ابتدي اعمل اوفررايد عليه واخش بقى protected void on create. بقى on create ده هو ده اللي بيروح جاي بيعمل saving للانستنس وبيعمل creation للsaved instance دي، وبيسنت الكونتنت فيو على r.layout.activity، بيسنت الكونتنت فيو على r.layout.activity اللي هو الار اللي قلنا عليه اللي هو generated automatically، اللي هو بيعرف بيبقى هو الجلو او اللي هو بيبقى عنده كل الداتا الخاصة بالابليكيشن بتاعنا اللي عامله. ده اوفر فيو بسيط. طيب عايزين نقفل، بنقفل من هنا. هو طبعا هنا مفهوش غير المين اكتيفيتي بس لان ده ابلكيشن فاضي. طب هنقفله. طيب في جين اهو، جين فولدر ده اللي فيه برضو جوه الابلكيشن كوم، وده اللي فيه الاردو جافا اللي حصل له كرييشن اوتوماتيكلي، والبيلد كونفيج ده البيلد كونفيجريشن ده اللي فيه الانستراكشنز او التعليمات بتاعت عمليه الكومبايلنج او البيلدنج بتاع الابلكيشن بتاعك. اما ده الاردو جافا ده فده اللي فيه الداتا كلها بتاعت الابلكيشن بتاعك اللي قلنا عليه، ابلكيشن نيم، اكشن سيتنج، اكتيفيتي مين، اكشن سيتنج، واي حاجه هنضيفها هتنزل هنا اوتوماتيكلي جنريتد، بس ممنوع ان احنا نعدل فيه. طبعا انا عايز ان الكلام ده نعمله لوحدينا بعد ما نتفرج على الفيديو ده. ده اندرويد 6 اهو، اندرويد 6 بقى مليان اي بي ايز او فانكشنز، مليان لاي حاجه احنا عايزين نعملها. وطبعا كل ما يعلى الاندرويد فيرجن كل ما الاي بي ايز هتزيد وتبقى امكانياتها اعلى وهكذا. طيب سيبنا من ده، ادي البين اهو، البين ده هنا اللي هيتحط فيه الابلكيشن بتاعي، ادي هلو وورلد اي بي كي، ده الفايل اللي انت بتنزله من على الجوجل بلاي او البلاي ستور اللي هو بتعمله سيت اب، بينزل في الاوبريتنج سيستم الباكج دي وبيبتدي يعمل لك الايكون بتاعت البرنامج على الديسكتوب بتاعت الاندرويد، وانت بترنه بيروح بيعمل راننج على طول للمين اكتيفيتي بالجافا، ويبتدي منها يخش من اكشن الى اكشن، من بوتن الى بوتن، بروسيدر الى بروسيدر، كلاس الى كلاس، وهكذا. في عندي اللايبرز دي، اللايبرز دي اللي هي اللايبرز الاساسيه بتاعت الجافا فيرجن اللي انا منزله، كل طبعا ما انزل جافا احدث هيبقى فيها امكانيات جافا اعلى. ده بقى الريسورسز بقى اللي فيه شغل كتير جدا. ادي الدروبل فولدرز، الدروبل اللي هي دروبل يعني دولاب، ارفف الدولاب، الدروورز او الرفوف بتاعت الدولاب، فهم عاملينها يعني بالتشبيه ده. اتش دي بي اي اللي هي الموبايلات الهاي ديفينيشن، ال دي بي اي اللي هي لو ريزوليوشن، ميدل ريزوليوشن،
ال اكس لارج هاي ديفينيشن، ال اكس اكس لارج هاي ديفينيشن، قلنا ال 10 انش، 7 انش، ال 6 انش، ال 5 انش، ال 3 وشويه انش، ال 4 انش، وهكذا. جواه بيبقى فيه اللونشر اي سي لونشر بي ان جي، وده انا ممكن اغيره بعد كده واحط اللونشر اللي انا عايزه. ده اللي هي الايكون، الايكون بتاعت البرنامج اللي احنا قاعدين نلعب فيها من شويه واحنا بنعمل كرييشن للبروجكت. الباقي ده نازل فيه كل المقاسات اهو عادي جدا، وممكن بعد كده الابلكيشن بتاعي احط فيه المقاسات المختلفه او ما احطوش. هنا بقى اللي اوت، اللي اوت بقى اللي قلنا عليه اللي هو زي الفورم او الفيو، دبل كليك عليه ظهر لي اللي اوت، بيعمل لي جرافيكال برزنتيشن اقدر انا منه يقول لي انت عايزه على هيئه ايه، على هيئه الديفايس اللي انت اخترته ده، نكسس اس او نكسس العادي، او عايز واحد جينيريك اي واحد باي سايز هنا هوت اي مقاس. وفي نفس الوقت بيجنريت برضو الاندرويد تي في الهاي ديفينيشن باحجامه المختلفه، وفي اللاندسكيب بتاع الموبايل عشان لما يقلب لاندسكيب يعدل معاه. هنا بقى الويدجز، دي الفورم ويدجز المختلفه، دي الفورم ويدجز المختلفه اللي فيها تشيك بوكس وباتنز وكل الكلام ده. كبر شويه اهي، تكست فيو، لارج، ميديوم، دي زي الفورمز بتاعت الدوت نت بالظبط اللي اتحط على الفورمز، باتنز صغير وكبير، تكست فيو، تشيك بوكس، وراديو باتن، وشويه ويدجز كتيره جدا جدا تتحط على الفورم تعمل يعني حاجات كويسه جدا. يعني ممكن احط بوتن كده، اروح شادد بوتن احط، حطيت انا البوتن اهو، ممكن تشيك بوكس احط، احط تشيك بوكس، وابتدي بقى اعمل الريليشنز بتاعتها مع بعضيها. بس هنا في اساس معين لازم نشتغل عليه، حاجه اسمها اللينير لاي اوت، وفي حاجه اسمها انواع مختلفه من الاي اوتس، جريد لاي اوت ولينير لاي اوت، فيرتيكال لينير لاي اوت، هوريزونتال، ريلاتيف لاي اوت. اللي انا بنصح بيه ان احنا دايما هنشتغل على اللينير لاي اوت، ريلاتيف لاي اوت او اللينير لاي اوت. اللينير لاي اوت ميزته ان انا بيديني حريه كافيه في ان انا اقدر اتحكم في الويدجتس اللي بحطها والشغل اللي بحطه. لكن في بعض السبيسيفيك ابلكيشن، حاجات تطبيقات الخاصه قوي، تحتاج تيبل لاي اوت او تيبل رو بتعرض داتا معينه. تكست فيلد، هنا احط تكست فيلد اللي انا عايزه، فيرست نيم، لاست نيم، تكست فيلد عاديه، ديفولت بلين تكست، 1 2 3 نقط، يوزر دومين، رقم تليفون، ادرس، تاريخ، ساعة، ديت، تايم، اوتو كومبليت، مالتي اوتو كومبليت، دي كلها حاجات بتبقى موجودة جوه التكست فيلد اللي انا ممكن احطه. التكست فيلد ده انا ادخل فيه داتا، ده انبوت ميثود، ده اللي هو بيبقى السيلر هيحط دخل فيه البيانات اللي هو عايزها عشان تبقى برودكت تعرض. ده اللي اوتس اللي قلنا عليه، اختيار اللي اوتس، وده ليه طريقة معينة عشان اعبي جواه الويدجتس والفورم ويدجتس والتكست فيلدز دي. وفي الكومبوزايت، ده مجموعه من السلايدنج والتاب هوست والهوريزونتال سكرول فيو، سكرول فيو، سكرول فيو هنورينا دلوقتي ايه احنا عملناه ازاي. والايمج هنا عايز احط صوره، عايز احط بوتن، اختار الصوره من هنا بروجكت ريسورس مثلا، اختار الصوره دي كمثال، هتنزل لي في كل حته، هتبقى هنا. طبعا في صور تانيه، لو انا حاطط هنا مجموعة صور، الصور دي هقدر اختار منها الصورة اللي هختارها من هنا. التايم والديت، في ديت بيكر، كالندر، ترانزيشنز، ادفانسد، وازر، كله بنفس الطريقة زي اي تول بوكس موجود جوه الفيجوال ستوديو. هنا عندي بعد كده لو انا بقى عايز اعدل بالكود، بروح قالب الجرافيكال لاي اوت ده اللي احنا كنا قلنا قبل كده، تكست فيو ويوزر انترفيس، ده اليوزر انترفيس هو ده اليو اي، يوزر انترفيس، وده التكست فيو، ده التكست فيو. اقدر اعدل بقى اي حاجه من هنا بقى، انا نزلت هنا تكست فيو، نزلت باتن اوتوماتيك، هو بيجنريت وبيخلق لوحده اوتوماتيك الكلام ده، تشيك بوكس، ايديت تكست، هو ما عملش الكلام ده من نفسه، ده انا عشان نزلت الكلام ده. لو انا رحت جاي ماسح الكلام ده من هنا كده، لو انا رحت جاي ماسحه اهو، هاجي ابص هنا هلاقيه اتمسح كله،
يبقى هو بيجنريت اوتوماتيك. انا ممكن اعدل بقى في الكود، وممكن اكتب هنا اهوت يوم يظهر هنا ده التكست فيو اللي فيها هلو وورلد. لو انا شلته من هنا اهو، لو انا شلته كده خلاص ما بقاش فيه، ما فيش هلو وورلد، خلاص خلصت. فانا بتحكم، ده الفورم بتاعي، ده الفورم ويدجت بتاعي، ده اللي بتحكم فيه اللي اوت اللي بيظهر قدام الكاستمر. اوكي، وعندي هنا بعد كده بقى الفاليوز، والفاليوز ده اللي هو فيه قلنا الدايمنشنز والسترينجز والستايلز. اللي يهمني فيهم قوي اللي هو السترينجز ده، السترينجز ده اللي بيقول لي بقى كل الداتا بتاعتي، الابلكيشن نيم، هالو وورلد، اكشن سيتنج، كل ده. ممكن ازود انا براحتي بقى هنا اي حاجه عشان اعرف بيها ايتم، اعرف لون، كلر، اعرف دايمنشن، مقاس، اعرف سترينج اسم معين، سترينج اري، وهكذا. كل الكلام ده خاضع بقى للتجارب. اوكي، هنا عندنا الاندرويد مانيفست اللي قلنا عليه ده، اللي هو فيه اسم الباكج، بعد كده بحطه بقى الفيرجن نيم، هنا الابليكيشن بيتحط فيه اسم الابليكيشن، والبيانات دي كلها بتتملي اوتوماتيك في المانيفست اللي ما بعدلهاش. بيرميشنز لو انا عايز ادي بيرميشنز معينه ان انا استخدم الصوت واستخدم الصوره، زي لما تيجي تنزل اي ابلكيشن على البلاي ستور يقول لك البيرميشنز، البيرميشنز دي كلها انت بتضيفها هنا. انسترومنتيشن الادوات اللي هتستخدمها ايه، زي صوت، زي فيديو، زي صور. ده بقى الاكس ام ال اللي هو بيترجم كل الداتا اللي تبقى موجوده في اللاي اوت من اكتيفيتيز مختلفه، ومن ابلكيشن نيم، ومن باتنز، ومن تكست. كل المانيفست ده اللي هو بيربط الابلكيشنز كلها، موديولز ببعضيها. ده اوفر فيو كده سريع، عايز بقى ان احنا نقعد نشتغل عليه ونحاول نطبقه ونمشي عليه كده بعد ما عرفنا هنخش فيه ازاي. انا همسح البروجكت ده لان ده الديفولت. في واحد هنا احنا عاملينه، ده اللي هو الشغل بتاعنا اللي هنشتغل عليه بقى. ده في سورس فايلز هنا اهو، السورس فايلز هنا اللي هيبقى فيها الكتالوج اكتيفيتي جافا والبرودكت جافا اللي احنا شرحناهم، ده هنتكلم فيهم بعد كده بالتفصيل بعد كده. ده اللي هو الاوتوماتيك بينشا، الار جافا والبيلد جافا، وده الاندرويد 6 برضه اللي احنا هنشتغل عليه المارشميلو زي ما قلت ان احنا هنشتغل على احدث حاجه. وده هنا هنا الريسورسز، هنا الدروبل، احنا حاطين صور كتيره للدروبل. ده اللي اوت بقى اللي هي الفورمز بتاعتنا، عندنا فيه يعني ادي خمسه لاي اوت، خمسه لاي اوت دي هنلاقي الكتالوج هنا، ده بتاعنا الرئيسي اللي فيه الايتمز، وده الايتم اللي هو قلنا الواجهه الخفيه اللي هنعرض فيه الايتم كوانتيتي، وده المين اللي احنا مش هنستخدمه خالص لان هو ده اللي احنا ابتدينا بيه اول خطوه خالص. وده البرودكت ديتيلز اللي هو بيبقى ظاهر فيه البرودكتس بتاعتي، وده الشوبينج كارت اللي هو يبقى بوبيليتد او هيتملي باختيارات العميل. طيب نجرب كده ونعمل راننج لي، ران از اندرويد ابلكيشن، هنشوف جوه نبتدي نشيل. نبتدي نشغله كده، اشتغل معايا الابليكيشن. ادي موبايل عادي اوي اندرويد 6، نخش على الابليكيشن، ادي سي شوب تيوتور اللي احنا بنشتغل عليه هيفتح معانا. ادي البرودكت كاتالوج اللي هو قلنا بتاع البرودكتس اللي في الكتالوج اللي هو هيبقى هنا، الكتالوج اكتيفيتي والبرودكت دول مشتركين مع بعض. ادي تلاتة برودكتس، برودكت كتالوج، وادي فيو شوبينج كارت بعد ما نختار. ادي الكاستمر هيخش هنا يختار، ادي برودكت اهو، ادي اسمه، تمنه، البرايس بتاعه، والداتا عنه او تفاصيل الديتيلز بتاعت البرودكت ده،
وال currently في الكارت قد ايه حاليا موجود، انا مشتري مختار اشتري قد ايه، زيرو. طب ال quantity اقدر اتحكم فيها براحتي، مثلا اخليها مثلا 2 مثلا كده. اشتريت انا ايه قطعتين من الجيفتس دي، الباسكت جيفتس. على فكرة اول ما بختار بيرجعني على طول، اختار من الباسكت جيفتس دي اللي هي ب24.99 سنتس، اختار منهم سي واحد، خليها واحد اوكي. وهختار من الكالر ستيكس، من الكالر ستيكس دي برضو هختار واحد برضو ب14 دولار، بريتي كالر ستيكس جيفتس. دي كلها صناعات هاندي ميد او هوم ميد او كرافتسمان شوب. فيو بقى الشوبينج كارت اللي هو الكاستمر اختار الحاجات، هنلاقي هنا الكاستمر مطلوب منه 99 دولار 96 سنتس، لان هو اختار كوانتيتي واحد من الكالر ستيكس وكوانتيتي اتنين من الجيفتس اون شيلف. وهنقول كمان اختار حاجة تانية كمان، وطبعا مش ظاهر لي هنا هو الحاجة التالتة اللي هو اختارها، بس ده ليست فيو بتعمل سكرولينج. فادي الحاجة التالتة اللي هو اختارها هي الباسكت جيفتس، واختار الكوانتيتي وان. ممكن اعملها كاندرويد عادي تاتش اهو، ده جهاز اندرويد اهو حقيقي. بعمل سكرولينج بشوف الاختيارات. المفروض انا بعد ما اخترت الكلام ده هعمل بروسيد تو تشيك اوت، ان انا بقى اطلع على الدفع على طول، ادفع بالكريدت كارد. طبعا احنا مرحلة ان احنا ندفع بالكريدت كارد دي احنا هنقف عندها، لان احنا يعني مش في حل ان احنا نعمل اتصال مع الشركات بتاعت الفيزا والشركات بتاعت الماستر كارد والكلام ده. فبروسيد تو تشيك اوت ده معناه ان انا خلاص اخترت وقررت واتحسب عليا خلاص البضاعة اللي انا اشتريتها دي او البرودكتس دي، وهدفع خلاص هتتسحب من الكريدت كارد بتاعي 99 دولار 96 سنت. فلغايه المرحله دي كده انا كده خلاص اشتريت. مجرد ما ادوس على هنا خلاص بقى هدخل بيانات الكريدت كارد وادخل بيانات الحاجه بتاعتي وتتبعت على طول على هناك. وبكده يبقى احنا عملنا اول مرحله بارت 1 من هذا التطبيق. وان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم بقى بالتفاصيل عن كل واحد من دول عمل ايه، عشان يسمح لنا بعد كده احنا نطور ونحدث ونزود الفويس ريكوجنيشن، ونزود ان احنا نضيف داتا جديده للبرودكتس ونعملها بوبوليشن في الليستس، واليوزر يقدر يختار منها اللي هو عايزه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.